على خط دفاعنا عامل ازاي. كابتن وداد برضو التجربه وتقييمك ليها في ظل انك لو المعلومه اللي عندي صحيحه ان الراجل كان عايز يلعب بفريق او يلعب فريق من الفرق التصنيف الاول عشان يقيم نفسه بشكل يكون مختلف، لو دي موجوده وانت ما جبتلوش غير منتخب جنوب السودان اعتقد ان ده هتبقى حاجه وحشه قوي في حق الراجل نفسه يعني. لا يا معدي خلي بالك يا فاروق، انت بتتفرج على الماتش كمان انت مالكش نفس تتفرج، انت نفسك تشوف منتخب مصر فيه شخصيه فيه قوه بتلعب فرقه تقدر تقيم اللعيبه، ان انت هتتكلم فنيا النهارده هتقول مين اللي لعب كويس ومين اللي ادى، طب في تكتيك معين اتعمل او جمله اتعملت، لكن ده انت ما شفتوش. انت عملت النهارده مع احترام الفريق جنوب السودان، لكن انت بتتكلم على منتخب مصر لازم يبقى فيه شخصيه في الملعب، لازم النهارده تخلق روي فيتوريا، لازم يخلق منافسه قويه في بعض اللاعبين، تحس كمان يا فاروق ان فيها مدان ان مهما عملوا ان في مجموعه بس هي اللي هتلعب. لو انت النهارده بس اللعب باسم منتخب مصر كابتن مالهاش دعوه، انا بكلمك اوكي ماشي انت بتلعب باسم منتخب مصر لكن طبعا ما هو ده شرف ان اللعيبه تروح، لكن انا هروح يبقى في هدف ان انا ابقى موجود والعب وقاتل عليه، سواء بقى اللي بيلعب في مكاني مين احسن لاعب في العالم، يبقى انا عندي هدف ان انا بحطه قدامي ان انا راح امثل منتخب مصر، ادي بشكل كويس، ادي بشكل قوي، اجيب فرقه حتى لو اتغلبت ايه المشكله، ما انا لو اتغلبت يا فاروق هتظهر لك عيوب كتير جدا على فكره، الهزيمه بتظهر كانت هزيمه المنتخب مصر بتلاقي بقى كلام كتير بعديها، ما انا بقى مش ما ايه ده المدرب ده بس عشان غيروه مش عارف مش بيحصل كده احنا طبعا. طيب طب يبقى كده الراجل هيخش اي بطوله هيبقى يخاف من الهزيمه، يبقى لازم يخاف من الهزيمه كمان. ماشي ما انت بتقبل ده ابو الدهبي، انت هتكلمني بالقطعه هتحاسب عليا بالقطعه ولا بالمالي يعني خلاص. انا بتكلم على الراي العام، اتحاد الكره واخد طريقه وقال لك الراجل ده مكمل عشان بس احنا هو المشروع مكمل وبدليل ان هو 4 سنين، لكن انا النهارده ال4 سنين يبقى انت جايب راجل يعمل لي مشروع النهارده يبقى بالزبط. عندك 1 و2 و3 فجيب له بقى الفريق القوي مش مشكله ماشي. وبعدين خلي بالك انت كمان عندك المنتخب الاولمبي بيلعب بطوله قويه، اكيد هتختار منهم بعض العناصر اللي هتادي بشكل جيد، ان هم هيكملوا معاك تصفيات كاس العالم وهيكملوا معاك لحد امم افريقيا، لان انت النهارده عندك لعيبه كبيره مش هتكمل معاك بشكل كبير جدا. النهارده كمان انت بتتكلم لما عمري، انا متفق مع عمري ان دي تمرينه كويسه، انا كنت ممكن الشوط الاولاني العب بفرقه والشوط الثاني العب بفرقه ثانيه. النهارده هشام صلاح لعيب كويس انت جايبه بكرايت، ايه اللي يخلينا ما هو كان بيلعب سيرد باك لما تلعبه في مكانه. النهارده احمد عبد القادر قاعد بره، ما انا ممكن اشوفه وممكن اتفرج عليه واديله لانه بديل كويس جدا مع زيزو ومع محمد صلاح ومع مرموش وتريزيجيه. النهارده كمان عندك غيابات الفرقه اللي قدامك كمان عادي يعني ممكن تقدر تلعب يعني بالفرقتين، لكن انت تقدر تشكل في ده، تقدر تقول عليها فاروق ان تمرينه كويسه المنتخب مصر. الراجل قدر يتفرج على اللعيبه كلها ويشوف مين اللي اصلح مين اللي هيكمل معاه مين اللي هيبقى مع المحترفين اللي جايين الفتره اللي جايه. طيب كابتن